حلقة مقطعنا اليوم هو الجزء الثاني من أدلة حب نورمار وقمر الطائي. الفكرة يا حبايب كتبنا باليوتيوب أدلة حب نورمار وقمر الطائي وكل عادة طلعنا آلاف الفيديوهات. هذه الفيديوهات يا حبايب أنا وجيهان راح أسوي ردة فعل عليها ونشوف إذا فعلا هذه الأدلة حقيقية أو لا. وبنفس الوقت يا حبايب جيهان حجت لنا شي موضوع سري عن علاقة قمر الطائي ونورمار راح تعرفوه بالمقطع فشوفوا المقطع كامل. وعلى سر الجهان يا حبايب فهي نزلت مقطع على قناتها حجت بيه عن قصة دخولها للفريق. أي وحدة حاليا حابة تدخل فريق نورمار راح يفيدكم المقطع روحوا شوفوا أشياء سرية عن الفريق. ولازم طبعا نوصل 5000 مشترك في الكل ينزل على الرابط ووصل 5000 مشترك تعالوا شوفوا المقطع. أوكي حبايب مثل ما شرحتكم الفكرة راح أسوي اليوم أنا الجهان ردة فعل على هذه المقاطع الخرافية. فأول شيء خليني أرحب جهان وأقول لها هلا وجهان شلونك؟ هاي فات كيفك؟ شو أخبارك؟ هاي متابعين مملكة القصص، هي مرة ثانية وأنا بطلع بقناة مملكة القصص. إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير وأنتم عم تشوفوا فيديو اليوم، وإن شاء الله فات كمان يكون تمام. أكيد بخير وشرفتين ونورتين للمرة الثانية. طبعا أكيد أنت تعرفين قصة نور بار وقمر بار بما أنه أنت كنت أساسا عضو بفريقهم يعني، فتعرفين الإشاعات اللي تطلع عنهم أنهم يحبون بعض والناس اللي يقولون هذا الكلام. في اليوم راح اسوي ردة فعل على مقاطع يقولون انهم دلائل، احنا ما ندري اذا هذه فعليا دلائل ولا لا. هي طبعا هذه الدلائل ماخذيها من فيديوهات ومن بثوث مالتهم يعني، فمنتشرة هذه الاشياء. فراح نبلش حاليا باول فيديو، جاهزة؟ تمام جاهزة اكيد ومتحمسة. اوكي حباب حاليا راح اشغل اول فيديو، خلينا نقول بسم الله ونشغله. اوكي هذا هو الفيديو الاول. طبعا الفيديو كلش عادي صحيح، فيديو كتير حلو والتصميم كتير 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 حلو بجنن، اخذ لي عقل يعني، وطالعين كتير كتير حلوين بجننوا بالفيديو صح. ومطالعين طبعا كلش حلوين، ولكن ما يعتبر انه هو دليل على حبهم، بس مجرد انه صراحة انه قاعد يصورون فرحانين ويا بعض وطالعين كلش لايقين لبعض. صح بالضبط، انا ما شايف شيء انه غريب بالفيديو، مبينين كتير هيك يعني بس فريند يعني كتير اصدقاء مع بعض وطالعين كتير حلوين مع بعض. حلو اوكي خلينا نشوف حاليا الفيديو الثاني اذا نشوف هل بيه دليل اكثر. قول بسم الله. اوكي اتوقع نفس فكره الفيديو الاول بتصاميم بيناتهم يعني مجرد انه بث مباشر، اهم ماكو شيء قوي صح. الفيديو هاد كمان كثير حلو وطالعين انا هيك بجنن بالفيديو، كثير كيوت عجبني الفيديو كثير، التصميم بياخذ عقل يعني، وتصاميم الجلادين كلهم خرافيين. صح بس هم هذه الفيديوهات جاي تدريجيا، اول فيديوهات بسيطه بعدين الفيديوهات القويه راح تجي بها دلائل اكثر. فخلينا نشوف حاليا الفيديو الثالث شو راح يكون بيه. بسم الله. اوكي شفت الفيديو الثاني؟ الفيديو الثاني هم كانوا لازمين ايد بعض ولكن المتابعين اللي كشفوهم انهم لازمين ايد بعض بالبث. اوكي شو رايك في الفيديو؟ الفيديو كثير حلو بس انا ما انتبهت منيح، ما انتبهت انه اذا صح لازمين ايد بعض او ماسكين ايد بعض او هيك شيء، ما بعرف والله بجوز ما لي علم يعني بهيك شيء. شوف اوكي هسه اذا هم فعليا لازمين ايد بعض فهذا يعتبر واضح انهم اكو شيء بيناتهم او هم يحبون بعض او على الاقل انه علاقتهم كلش قويه عم تخليهم انهم يلزمون ايد بعض. الفيديو مو كلش واضح بس ممكن صح؟ فيديو مو كثير واضح يمكن يعني ما بعرف يمكن صح، بس كثير لابقين بعض، كثير كثير لابقين لبعض يعني صراحة. انا بنصحكم بهيك شيء. اوكي خلينا نشوف حاليا الفيديو اللي بعده، اتوقع الفيديو اللي بعده المفروض يكون بدلي اقوى. كاتب شفت القمر سهران ليالي. اوكي هل يا ترى نور مار قاعد يغني القمر اللي وديت بيه الاغنيه بالقمر؟ هو ما حسيت انه عم يغني القمر او هيك شيء، بس انه عم يغني على الاغنيه وانه عم يقول قمر لي وهيك شيء انه
اي اغنية تبع حسن شاكوش ومهرجانات. هسا هم المتابعين يحبوهم كثير فممكن يخلون اي شيء بسيط هو دليل، ومو مفروض يمكن مو ضروري هو دليل، بس هم يحبوهم انه يجمعون ويا بعض، فممكن هم ماخذين اي شيء بسيط ماخذين هو دليل. ولكن الان اللي شفتي يعني قد انه تقولين انه تقييمك انه هم ممكن يكونوا يحبون بعض او شيء؟ التقييم انه هم كثير، التقييم هو انه كثير لابقين لبعض، بيجننوا طالعين بيجننوا يعني الصراحه طالعين كثير كثير بيجننوا لبعض لابقين لبعض والله. يعني الصراحه انا ما بعلم الغيب وهيك شيء، بس انه بشوف علاقتهم يعني مثل هيك صداقه يعني قويه او هيك شيء، بس انه حتى انه اذا كان بيناتهم علاقه او هيك شيء انه هيك بتمنى ان شاء الله هيك يرتبطوا خلص وريحوا جلادين وفانس قمر ونور هيك شيء يعني، بس كثير كثير لابقين لبعض فكره كثير كثير لابقين لبعض. حلو، روح حاليا الفيديو الاخير، هذا هو الفيديو يا حبايب، هو هذا الفيديو ماخذين من فيديوهات نورمار اللي كان يصورها ويا قمر. خير اطلعي برا حياتي لو سمحتي، على جزرك بتخفى خليني بحضنك اكتفى. اوكي ما ادري اذا لاحظتي شنو فكره الفيديو، ما انتبهت منيح لفكره الفيديو لانه ما بشوف منيح يعني اصلا عندي هيك شويه تخفه بالنظر، بس انه اعرف صدق، بس هي هيدا بيكون بالفوتوشوب او بالمونتاج او اي شيء يعني، انه مستحيل يعني بيسوي هيك شيء على الفيديوهات يعني، انا يعني بعرفهم شخص. هو مسوين تقريب كلش بسيط، مفكرين انهم يبوسون بعض، هم ما اتوقع انهم يبوسون بعض بالفيديو يعني. لا هم ما بيسوي هيك شغلات ابدا ابدا، ما بيسوي هيك شغلات يعني على السوشيال ميديا او يعني حتى بظن بالواقع او هيك شيء. انه هي البنت بالنهايه بنت محترمه اكيد ما تسوي اشياء يعني. شريت بالفيديوهات اللي شفناهم ككامل يعني. الفيديوهات كثير كثير حلوه، وكمان قلت لك انه البنت كثير محترمه، حتى نور يعني محترمها ومحترمين بعض وهيش يعني، شفت بيناتهم احترام حتى بالفريق وهيش. صح، انت بما انه انت كنت بالفريق انه هل شفتي بيناتهم انه مثلا كيف يعاملون بعض بالواقع، انه هل كانوا انه معاملتهم البعض حلوه، هل كان معاملتهم البعض شويه غير؟ انا معامله عاديه يعني كلش عاديه مثل الفيديوهات يعني عادي، او يمكن لانه انا ما طولت معهم كثير وما كنا اخذين وش على بعض او هيك شيء، بس انه انا شفت يعني علاقه نارمين مع نور يعني بيتعامل معنا يعني احسن من بيتعامل معنا يعني كده لك، لانه اصدقاء من زمان وبيصوروا من زمان يعني بيتعاملوا معامله كثير طيبه مع بعض. طبعا هي قمر حاليا شويه صغيره، فان شاء الله يمكن اذا كبرت ممكن يصير شيء هذا، مثلا حاليا صار عمرها مثلا 18 19 سنه. لا يعني بيلبقوا لبعض يعني، نور انسان كثير محترم وقمر بنت كثير حبابه ومحترمه يعني، و انا بدي كثير محترمه يعني بقول بعض ان شاء الله يا رب هيك يتطبوا يتجوزوا يعني. اوكي حبايب، طبعا احنا وصلنا لنهايه الفيديو، ولكن قبل ما ننهي الفيديو جهان نزلت لكم مقطع حكت فيه عن قصه دخولها للفريق، شلون دخلها شلون جت تركيا، وحكت انه يمكن اكو هواي من اليوتيوبر حاليا او هواي من الاشخاص اللي قاعد يتابعون حابين ينضمون فريق نور بار، فيمكن الفيديو يساعدكم، فروح شوف فيديو مالتها يا حبايب بالوصف، واليوم لازم نوصل ل 50,000 مشترك ونحتفل ان شاء الله، فرط مقطع بالوصف وبس. جنكم فهد الزين و معكم جيهان، انا كمان بقناة مملكة القصص المرة الثانية. اوكي وبس، مع السلامة. مع السلامة، باي، بحبكم كثير.